أشكرك يا رب لأنك تجسدت كي ترينا أعلى درجات التواضع، وأنت تتمم مشيئة الله الآب، ودعوتنا قائلاً: احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، كما جاء في إنجيل متى الإصحاح 11 والآية 29. أشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس كي تعيننا في هذا المشوار المقدس، وأشكرك لأنك راغب لنا بتمجيد اسمك القدوس من خلال نمونا لصفاتك الطاهرة. آمين. في يوم من الأيام التقيت بأحد الآباء الكهنة الذي هو من خلفية غير مسيحية. هذا الشخص يمتاز بالوداعة العالية ونكران الذات، فالذي يلتقط صوره معه نراه يحني رأسه ولا ينظر للكاميرا، وحينما يتكلم فإنه يتكلم بوداعة. الذي أثر بهذا الشخص هو زميل مسيحي معه في المدرسة حينما كان طفلاً. ذلك الطفل الذي كان يمتاز بالوداعة والسلام بغض النظر عن الظروف، والتي أساسها علاقته المتينة مع مصدر هذه البركات الرب يسوع له كل المجد. تحدث بولس الرسول قائلا: فانظروا دعوتكم أيها الإخوة، إن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدر وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه، ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبراً وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب: من افتخر فليفتخر بالرب. يا رب، أنا محتاج للتجديد اليومي للوصول لقامتك المقدسة. أنت دعوتنا للكمال عالماً أنه ممكناً بقوة كلمتك وروحك القدوس. لذلك أنا أعلن استعدادي ورغبتي بالسير قدماً وعدم النظر للوراء، بل إلى سيرة الذين سبقوني مجتهدين ومفتديين الوقت في عيش كلمتك. جدد ذهني كي أدرك أعماق التواضع ونكران الذات وأهميتهم في تحقيق مشيئة الآب. أصلي باسم الرب يسوع. آمين.